وفي جولة ثانية اطلع محافظ صلاح الدين على نسب الإنجاز المتحققة في عدد من مشاريع المدارس الجديدة في مدينة تكريت، وأكد على استكمال جميع الأعمال والحدائق الخاصة بها لتكون من الأبنية النموذجية التي يتم تنفيذها بأعلى مواصفات الجودة من أجل توفير بيئة صحية للطلبة قبل استئناف العام الدراسي الجديد، وبما يسهم بفك الاختناق في بعض المدارس بمركز القضاء. وشملت جولة المحافظ بناية ثانوية أم عمارة والمنجزة بنسبة 90% والخنساء الابتدائية بنسبة 85% وثانوية المتفوقات بنسبة 100%. رافقنا السيد محافظ صلاح الدين الشيخ اسماعيل هلوب في جولة مسائية لافتتاح هذه المدارس في مركز محافظة صلاح الدين، من شأنه أن يحل كثير من أزمة المدارس بخصوص أعداد الطلبة المتزايد، خصوصا مع زيادة سكن المواطنين في مركز المحافظة. لدى محافظة صلاح الدين خطة في إكمال إنجاز المدارس ذات النسب الإنجاز المتقدمة اللي تتجاوز نسبة إنجازها أكثر من 60% إلى 70%. في مركز المحافظة صباح اليوم تم افتتاح مدرسة، من المؤمل إن شاء الله خلال الشهر الحالي مع بداية العام الدراسي أن يتم افتتاح 4 مدارس على الأقل في مركز المحافظة.